الطفلة الصغيرة كبرت وبقت شابة جميلة وشكلها اتغير 180 درجة. الطفلة جانا عمر بطلة فيلم خطة جيمي ظهرت بعد مرور 14 سنة. مش هتصدق شكلها اتغير ازاي. اتحول اسم الفنانة الشابة جانا عمر الحديث المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا، وده بعد ظهورها الأخير والتغير الكبير اللي حصل في ملامحها بعد مرور 14 سنة على ظهورها آخر مرة. فيا ترى ايه حكاية جانا عمر وايه هو التغيير اللي حصل في شكلها؟ جانا تعتبر من أشهر الأطفال اللي ظهروا على الساحة الفنية في فترة من الفترات. مواليد 2005، كان عمرها وقتها 8 سنين. اكتشفها المخرج أكرم فريد بعد ما ظهرت في برنامج الأطفال ستار صغار، ولفت نظره عفويتها وخفة دمها. قرر يقدمها في فيلم سامي أكسيد الكربون مع الفنان الكوميدي هاني رمزي. فلفتت جانا نظر الجمهور بأدائها العفوي والكوميدي، وكمان ببرائتها وملامحها الأوروبية. جانا عينيها زرقاء وشعرها كيرلي أصفر، وكان الجمهور مميز شكلها دونا عن الأطفال اللي ظهروا الفترة دي. ما كانش ظهور جانا في فيلم سامي أكسيد الكربون هو العمل الوحيد اللي ظهرت فيه، فبعد نجاحها في الفيلم بدأت تشارك بأدوار تانية في أفلام كتير ومع فنانين مهمين، وكمان بقت بتاخد مساحة أدوار كبيرة زي فيلم مستر أند ميسز عويس للفنان حمادة هلال، وكمان فيلم توم أند جيمي اللي قررت فيه التعاون مع هاني رمزي بعد نجاحهم مع بعض في فيلم سامي أكسيد الكربون، وكمان شاركت مع رمضان في فيلم حصل خير، وكمان مثلت أشهر فيلم ليها خطة جيمي مع الفنانة ساندي، وكمان شاركت في مسلسلات كتير زي مسلسل الشوارع الخلفية وجانا في بلاد العجايب وحميها حراميها، وكمان مثلت في مسلسل لهفة. ومن نجاح أدوارها وحب الجمهور ليها قرر المنتجين يعملوا برنامج خاص بيها اسمه الليلة مع جانا. كل ده وجانا لسه طفلة صغيرة سنها ما يتعداش 9 سنين، لكن خفة دمها وعفويتها وصلتها للمكانة دي. بس فجأة وبعد نجاحها اختفت جانا تماما عن الساحة الفنية وما بقتش تظهر في أي أفلام، لحد ما فاجأت الجمهور بظهورها على حسابها الرسمي على إنستجرام وهي شابة كبيرة عمرها 18 سنة وبنفس الملامح البريئة، لكن في صورة بنت شابة وجميلة. فالطفلة اللي كان بيشوفها الجمهور اتحولت فجأة لشابة. مش بس كده، ده كمان ورغم انها اختفت عن الساحة تماما، لكن كانت بتشارك الجمهور يومياتها، منها احتفالها بتخرجها من مدرسة امريكية، وظهرت وهي بنت ناضجة وعندها 19 سنة وعلقت على صورها وقالت افراج مؤقت الحمد لله، اشكر كل من ساعدني عائلتي واصدقائي في رحلتي حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسة. وتفاعل الجمهور مع التغيير الكبير اللي حصل في شكل جانا وانها كبرت بسرعة، وقالوا في تعليقاتهم ممكن اعرف حضرتك كبرتي امتى؟ ده انا لسه الفيلم اللي كنت فيه مع هاني رمزي بتفرج عليه مبارح، العمر بيجري جدا، وحشتينا بجد، نفسي ترجعي تمثلي تاني. وتحولت فجأة جانا حديث المتابعين على السوشيال ميديا كلها. فيا ترى جانا عمر ممكن ترجع تمثل تاني بعد ما ترجع مصر؟ هنشوف.